بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة للقاء النادي الأهلي أمام نصر حسين داي الجزائري في استاد الأهلي. في البداية برحب بضيوفي الكبار، الأستاذ أحمد فاروق الناقد الرياضي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير كابتن محمد، سعيد أن أنا موجود معك. ايضا محلل الاداء الاستاذ احمد ثابت، اهلا بيكم ونورنا. اهلا بيك كابتن محمد، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده. ان شاء الله تبقى المباراه مهمه. النهارده النادي الاهلي بيقابل نصر حسين داي الجزائري، الجوله الثالثه في اطار المجموعه الاولى، والمباراه لا تحمل القسمه على اثنين. النادي الاهلي يجب عليه الفوز في هذا اللقاء بامر الله عشان يكون عنده 6 نقاط، واللي هيكسب هذا اللقاء هيتأهل مباشرة، اللي هيكون عنده 6 نقاط هيتأهل مباشرة إلى نصف النهائي بدون أي حسابات تانية، بدون أي نظر لأي، عشان أسهل عليك، لأن المتداول في الثلاث أيام اللي فاتت مين هيكسب مين وده عنده كام نقطة وده عنده كام نقطة، فأنا بسهل عليك. النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة في حالة الفوز هيتأهل للدور الثاني مباشرة. ولكن في البداية هتكلم مع ضيوفي الكبار. البطولة في وقت إلى حد كبير صعب على الفرق، خاصة الفرق المصرية. موسم لا ينتهي، 335 يوم ولسه عندنا كاس مصر، وما بعد كاس مصر دوري ابطال افريقيا، ففيها صعوبه. استاذ احمد يعني احمد فاروق، لان انا عندي معايا احمدين النهارده ما شاء الله، فالدنيا صعبه على الجهاز الفني، وعشان كده قرر اشراك اللعيبه اللي هم قليل المشاركه. احنا ما بنقولش النادي الاهلي عنده بدل. والله هي يعني فعلا توقيت صعب جدا، لكن اعتقد ان لها فوائد كويسه جدا. الجهاز الفني وكمان الجماهير والميديا شافوا عدد من اللاعبين فرصه كويسه، يعني مثلا لاعب زي وليد ازارو اعتقد انها فرصه كويسه جدا، الناس شافته وشافت رجله في الملعب وخدوا انطباع عنه حتى لو ما سجلش اهداف. عدد من اللاعبين اللي هم كانوا قاعدين احتياطي مثلا زي باسم علي، زي حسين السيد، زي اكرم، يعني عدد كبير من اللاعبين، فانا اعتقد ان رغم الوقت صعب لكن الاهلي خرج منها بفوائد كويسه جدا. بس انا قبل ما اخش في فوائد النادي الاهلي عايز اسالك، يعني موسم بهذا الشكل وموسم لا ينتهي، حتى الجهاز الفني لمنتخب المحليين كابتن حماده الصدقي طلب التاجيل المباراه الوديه بسبب ان الدنيا في لعيبه من الانديه الثانيه لسه في بدايه فتره الاعداد، لسه مش مستعدين، ولسه هو مش عارف انا هجيب مين عشان الاعب، يعني مش عارف هيجيب مين من اللعيبه، وفي ازمات اداريه. اتحاد الكره عليه ان هو الفتره الجايه ان هو يكون اكثر التزاما، ويكون الجدول في الموسم المقبل يكون اكثر انضباطا عشان يريح الدنيا كلها. هو يعني في اخطاء كارثيه ارتكبت في الموسم اللي فات، منها على سبيل المثال فتره كاس الامم الافريقيه، بطوله الدوري توقفت 2 شهر. منتخب مصر اللي بيلعب في كاس الامم الافريقيه نصه تقريبا كان من عناصر محترفه في الخارج في اوروبا او في الخليج، والنص الثاني معظمه من الاهلي والزمالك، ما كانش في اي منطق او مبرر ان انا اجل مباريات الدوري كلها يعني. طيب ده كواليس فريق النادي الاهلي، و يعني مناسك صلاه الجمعه، الفريق كله طبعا ادى صلاه الجمعه وفي ترابط، وده بيبقى فيه نوع من الروحانيات بتفرق كتير جدا مع نفسيه اللاعب المصري، ان هو يكون في صلاه زي صلاه الجمعه، في خاصه وانت بتلعب في بلدك، لما بيبقى هناك بيضطر بقى ان يجيبوا امام ويعمل خطبه ويعملوا يعني صلاه جمعه الى حد ما، مش هقول مصغره، ولكن في نفس الجو بنفس الطريقه عشان تفرق. ودي يعني شايفين برضو اللعيبه كلها بالجهاز الفني منتشرين، هماش حتى واخدين جنب، لا ده ما بينهم ما بين الناس عادي جدا، ما فيش اي حاجه، الدنيا سهله، اللي بيركز مع نفسه، اللي بيدعي، اللي بيقرا قران، لان دي من الحاجات اللي جانب النفسي من اهم العوامل، ده العامل رقم 4 في كرة القدم. احنا بنتكلم الاول الجانب التكتيكي، الجانب التكنيكي، والجانب البدني، والجانب النفسي ده العامل رقم 4 من اهم عوادي. كابتن حسام البدري رجع مرة تانية بسلامة الله من الاجازة اللي كان بياخدها، وهيقود النهاردة لقاء اليوم. ارجع لك تاني احمد فاروق، الوضع بالنسبة للفرق في حتة الجاهزية كان صعب جدا، ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي بالصفقات بالتدعيمات اللي جت من بداية الموسم الماضي، مش هنتكلم على هذا الموسم، احنا زي ما انت قلت شفنا عمرو بركات، شفنا حسين السيد، شفنا لعيبة كتير جدا قليل المشاركة. انا بقول عمرو بركات وهو ظهر في الصورة ورا صبري رحيل، كانت من اهم العوامل الايجابية. دي قيمة ان يبقى عندك دكة ويبقى عندك فريق تاني غير الفريق، يعني فريق كامل، احنا شايفين فريق كامل من اول الشناوي لغاية وليد ازارو او عمرو جمال، انت عندك فريق تاني 11 تقريبا بالكامل تقدر تستعين بيهم في فرص زي كده، فرص مفترض انها كانت صعبة جدا على الفريق الاول وشبه مستحيل انك تلعب بالعناصر الاساسية. فاحنا
بخصوص نقطة الجانب التنظيمي، أعتقد أن الأخطاء الفادحة اللي ارتكبت في الموسم اللي فات وفي المواسم اللي فات عموما، مش الموسم اللي فات بس، يعني زي ما قلت ضربت مثال، كان ممكن مثلا بشيء من الذكاء أنك تأجل مباريات الأهلي والزمالك في وقت كأس الأمم الأفريقية، لأنهم منهم العدد الكبير من العناصر، وباقي الأندية إن كان في لاعب أو حتى ما فيش معظم الأندية كان ممكن عدد كبير من مباريات الدوري يتلعب أثناء فترة كأس الأمم الأفريقية، وخلاف ذلك عدد يعني أمثلة كتيرة جدا ممكن نضربها. فأنا أعتقد أن ما حدث في الموسم الحالي ما ينفعش يتكرر تاني، خصوصا ان هو مش بس هيضر بالانديه اللي بتشارك خارجيا زي الاهلي والزمالك، لكن كمان ممكن لا قدر الله يضر بمنتخب مصر، لان على بال ما نوصل عندنا مباراه في نهايه اغسطس، مباراتين لاوغندا، نعم. اعتقد يعني ممكن لا قدر الله يكونوا اللاعبين استهلكوا بدنيا بشكل كبير جدا، وممكن ندفع ثمن ده. فانا اعتقد ان لازم يكون في وقفه جاده طبعا في الموضوع ده. طيب احمد ثابت، هجي لك في نقطه مهمه جدا، مشاركه اللعيبه. يعني كابتن حسام البدري قسم الفريق مجموعة الرئيسية، واللي هم النهاردة عملوا تمرين قوي جدا. برضو نفكر مشاهدينا: حسام عاشور، أحمد فتحي، عبد الله سعيد، سعد الدين سمير، ومؤمن زكريا، علي معلول، ميدو جابر، فوزي الحناوي، أحمد حمدي، أحمد الشيخ، وكان معهم وليد سليمان ولكن تغيب عن المران. المجموعة ديت خدت راحة في البطولة العربية، وكابتن حسام البدري ابتدى يعتمد على العناصر الأخرى اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير. دي برضو تعتبر إضافة للنادي الأهلي، خاصة أن أنا عندي مباراة كاس مصر وعندي مباراة الترجي، ودي برضو مخزون استراتيجي ببقى محتاجه في بعض الأوقات، وفي نفس الوقت ريحت اللعيبة اللي أنا بلعب بيهم اساسي. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، ان النادي الاهلي دلوقتي حاليا الوحيد في افريقيا اللي عنده فريقين على نفس المستوى، حتى الترجي التونسي في المباريات يعني هم حوالي 14 او 15 لاعب، لكن يكون عندك 22 او 23 لاعب على نفس الكفاءه، دي مش موجوده في افريقيا غير في النادي الاهلي. فكابتن حسام البدري كان طبيعي جدا ان هو يريح اللي هي اللعيبه او النجوم الاساسيين اللي لعبت الدوري كله او لعبت الموسم كله، عشان بعد كده نتيجه تلاحم المواسم في لعيبه ما ريحتش خالص، حرصا برده على النادي الاهلي وحرصا على منتخب مصر، لعيبه زي عبد الله السعيد، زي مؤمن، زي وليد، زي مثلا علي معلول، زي سعد سمير، زي احمد فتحي، اللعيبه دي كلها، زي شريف اكرامي، اللعيبه دي كلها لعبت طول الموسم، فكانت لازم تريح طبيعي، عشان احنا طبعا عندنا منافسات كاس مصر، عندنا مباراه الترجي في نص نهائي، في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، عندنا طبعا الموسم الجديد، يعني لازم كان اللعيبه تريح يعني. فده من الفوائد البطوله العربيه، ان انا بشارك وبريح ناس وبدي فرصه للمشاركه لناس. طب الميزه الاساسيه ان النادي الاهلي اصبح عنده فرقتين، انا شايف يعني حتى ان شاء الله يعني احنا مرشحين بقوه ان شاء الله بعد الفوز النهارده ان احنا ناخد البطوله، ولكن الميزه الاساسيه للنادي الاهلي في هذه البطوله، النادي الاهلي عنده الفريق الوحيد في قاره افريقيا حاليا اللي عنده فرقتين على نفس الكفاءه، وعنده 23 24 لاعب بنفس الكفاءه، الترجي مثلا عنده 14 او 15 لاعب على نفس الكفاءه، مش نفس العدد الموجود في النادي الاهلي، ودي ميزه طبعا تحسب للجهاز الفني والمجلس الاداره. طيب انا هاخدكم بقى لخبر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طبعا احنا لسه مستمرين، ادي لعيبه الفريق وهم في الفندق وهم متجمعين عشان يروحوا بقى لصلاه الجمعه، وبعد صلاه الجمعه التركيز في الماتش والتحضير للذهاب الى المباراه. الحساب الرسمي للبطوله العربيه اعلن عبر موقع تويتر تشكيل مثالي للجوله الثانيه بدور المجموعات البطوله العربيه، وجم ثلاث لعيبه من النادي الاهلي: حسام غالي ورامي ربيع واحمد حمودي، لادائهم المميز خلال مباراه الاهلي والوحده الاماراتي. وكان الحساب الرسمي للبطوله قد اعلن احصائيات اللاعبين الاكثر مراوغه بالجوله الثانيه، وجاء احمد حمودي على راس القائمه بسبع مراوغات، بينما جاء في المركز الثاني محمد حيدر لاعب فريق العهد اللبناني باربع مراوغات، المركز الثاني ماجد النجران او ماجد النجران زي ما بيقال يعني باللغه الخليجيه لاعب الفتح السعودي بثلاث مراوغات. والحساب الرسمي برضو اعلن تفوق رامي ربيع مدافع النادي الاهلي في التدخلات فيما نجح فيه اربع تدخلات، ده على حساب الموقع الرسمي للبطوله. وجاء ابراهيم الزواهره لاعب فريق الفيصلي الاردني في المرتبه الثانيه بثلاث تدخلات، وحسين الزين لاعب فريق العهد اللبناني ده في المركز الثالث. اعتقد ان دخول ثلاث لعيبه في التشكيل في الجوله المثاليه بتدي انطباع ان النادي الاهلي ادى لقاء كويس امام الوحده. بتدي انطباع كويس، وكمان يعني لها جانب معنوي مميز، هم الثلاثه نجوم والثلاثه مش يعني مش غريب عليهم انهم يدخلوا في تشكيله الافضل، سواء حسام غالب خبرته، احمد حمودي حتى لو ما شاركش في فترات كبيره في الموسم لكن لاعب الاهلي تعاقد معاه كصفقه من الصفقات المهمه جدا، رامي ربيعه في وقت يعني من الاوقات كان من العناصر الاساسيه وكان عنصر دولي كمان مع منتخب مصر.
لكن وجودهم اعتقد في كل يعني في التوقيت ده كل واحد فيهم كان محتاج دي. يعني رامي ربيعه بعد رحيل احمد حجازي اعتقد رامي من العناصر المهمه جدا في الدفاع، احمد حمودي عنصر مهم جدا في الجبهه اليمنى، ولما ندخل ونتكلم عن نصر حسين داي اعتقد ان حمودي من العناصر المهمه جدا في المباراه دي على وجه التحديد، وحسام غالي طبعا كقيمه كبيره جدا للنادي الاهلي وكقائد وليدر للنادي الاهلي في البطوله. فانا اعتقد ان المباراه الثانيه سواء مش بس على صعيد النتيجه حتى على الصعيد الفني وعلى صعيد بعض النقاط اللي هنتكلم عنها ان شاء الله فنيا كانت مباراه مهمه جدا جدا ونقطه تحول للنادي الاهلي في البطوله، وفعلا وضعته من فريق سقط في المباراه الاولى بشكل مفاجئ قدام الفيصلي الى فريق استعاد هيبته بشكل قوي جدا، وكل الناس دلوقتي بتحط الاهلي في على الصف الاول في الترشيحات مع الترجي التونسي. طيب احمد ثابت، شايف دخول رامي ربيعه وحسام غالي واحمد حمودي الثلاثه اللي احنا حتى من الناس اللي ركزنا عليهم جدا في الفقره بتاعتنا في استاد الاهلي المره اللي فاتت، شايف دخولهم ازاي في التشكيله المثاليه؟ البدايه طبعا مع حسام غالي، بالنسبه لحسام غالي انا شايفه يعني مدير فني طبعا يعني بدون عد كلامك طبعا عماد متعب دخل القائمه ومن الناس طبعاً المرشحه ان هم يلعبوا لقاء اليوم، وادي اجاهيه وادي صالح جمعه نجوم النادي الاهلي، وباين بقى الترابط وباين المحبه وباين الود، ويعني الناس بتكبر بعض المشاكل لكن الدنيا سهله جدا وباينه جدا في الصوره كامله. ميزه النادي الاهلي دايما في حل المشاكل، اي مشكله دايما في النادي الاهلي دايما ما تاخدش مثلا مباراه بالكثير وتلاقي حل المشكله بمنتهى السهوله يعني. طبعا بالنسبه لحسام غالي انا شايف حسام غالي مدير فني فعلا في ارض الملعب، شخصيه حسام غالي يعني انا شايف شخصيه النادي الاهلي بتتمثل في شخصيه حسام غالي بالذات، حسام غالي قائد، حسام غالي كمان كان بيمثل عمليه الضغط العالي جنب. بص انت بتتكلم على حسام وهو طالع لنا في الكاميرا. حسام غالي ليدر، لاعب كبير جدا يعني يعني مثلا بيطبق سياسه الضغط العالي جنب عمرو السوليه، غير كده ان احنا كنا مفتقدين كابتن حسام البدري في المباراه اللي فاتت مثلا، ولكن طبعا حسام غالي وجوده في ارضيه الملعب بالتاكيد هو مدير فني ليه دور قيادي مهم جدا. نيجي بقى لادائه في المباراه دي بالتحديد، ليه هو تم اختياره؟ حسام غالي يمكن اكتر لاعب عمل تمريرات في الجوله الثانيه في البطوله العربيه، عمل 85 تمريره طبعا، غير ان هو عمل الاسيست، ده دور مهم جدا لحسام غالي. يمكن لو عرضنا احصائيات حسام غالي وعمرو السوليه هيتاكد لك ان حسام غالي ليه يعتبر افضل لاعب وسط. حسام غالي عمل اسيست، قطع الكوره 11 مره، كان الناس كانت دايما تقول ان هو في الدور الدفاعي ما بيقومش عشان حوار السنه وكده، لا في المباراه دي فعلا هو قدم دور كبير جدا، قطع الكوره 11 مره. يمكن عمرو السوليه قطع الكوره في المباراه دي 10 مرات. عدد التمريرات الطوليه اللونج باص للامام بتاع حسام غالي 17 تمريره، رقم كبير جدا. لما لاعب بيلعب 17 تمرير طولي من نص الملعب دليل ان هو دايما بيبص لقدام، اللاعب اللي عنده الرؤيه، اللاعب اللي تمريراته كلها على الاطراف او للامام، لاعب مهم جدا حسام غالي. عمرو السوليه برده زيه عامل 8، برده عدد التمريرات الطوليه بتاع عمرو السوليه كبير، يعني لما يعمل 8 في لاعب مثلا خط وسط يلعب 2 او 3 في المباراه الواحده، لا عمرو السوليه لعب 8، فده رقم مميز جدا. بنسبة دقة التمريرات بتاعته كانت 82%، لكن عمرو السوليه مثلا كان 50%. بالنسبة لصناعة الفرص لزملائه، حسام غالي صنع فرصة لكن عمرو السوليه صنع 3، ودي برضو ميزة تحسب لعمرو السوليه. يمكن عمرو السوليه الناس مش حاسة قوي بدوره، يمكن هو حتة التمريرات الطولية مميز بيها قوي. كلام مهم جدا عن عمرو السوليه وحسام غالي لسه هنكمله، لكن احنا هنروح لفندق الإقامة وزميلنا أمير هشام. مساء الخير يا أمير، إيه الأخبار عندك؟ تحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه لفريق النادي الاهلي امام فريق نصر حسين داي الجزائري. خليني اطمن كل جمهور النادي الاهلي على الفريق واستعداداته لهذه المباراه، ونتكلم بالتحديد عن البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده. النهارده طبعا كان في الفطار الخاص باللاعبين، ايضا كان في موعد صلاه الجمعه الساعه 2 بالظبط، كان في محاضره من قبل كابتن حسام البدري اللي انضم فجر اليوم لمعسكر فريق استعدادا لهذه المباراه.
محاضره كانت مهمه جدا من قبل كابتن حسام البدري للاعبين وايضا الجهاز الفني عن اهميه هذه المباراه وضروره الفوز فيها، وخصوصا خلاص ان الضغوط اتشالت شويه عن النادي الاهلي ان هو يفوز بفارق اهداف. النادي الاهلي مطالب انه يفوز بهدف واحد فقط عشان يؤهل سواء كاول مجموعه او ثاني مجموعه على حسب طبعا المباراه الاخرى ما بين الوحده وفريق الفيصلي الاردني. لكن بالتالي ايضا كان في موعد الغداء الخاص بفريق النادي الاهلي. النهارده ايضا هيكون في محاضره ختاميه قبل هذه المباراه واللي هيحدد فيها كابتن حسام البدري التشكيل اللي ممكن يبتدي هذه المباراه، وهتكون المحاضره بالظبط في تمام الساعه 7 وقبل تحرك الاتوبيس بحوالي ربع ساعه في اتجاهه لملعب استاد السلام واللي هتقام عليه هذه المباراه. لكن خليني اقول لك بشكل عام في اجواء تفاؤليه هنا في معسكر الفريق، الفريق مستعد بمنتهى الجديه لهذه المباراه، خصوصا ان شاء الله من خلال الفوز في هذه المباراه النادي الاهلي يتاهل مباشره لدور قبل النهائي من البطوله العربيه، واللي اكيد هي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره بالتحديد في الاستعداد للفتره المهمه المقبله واللي هيكون فيها طبعا قبل نهائي كاس مصر، وايضا في حاله التاهل لنهائي بطوله كاس مصر وكذلك البطوله الافريقيه الاكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا محمد، خليني اقول لك ان التشكيل هيكون اقرب من المباراه الاخيره. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه، ناحيه اليمين هيكون باسم علي، ناحيه الشمال هيكون حسين السيد، في نص الملعب مفيش خلاف عن حسام غالي وعمر السولية، امامهم ثلاثي هيكون كريم ندفد، عمرو بركات، احمد حمودي، والمهاجم الوحيد النهارده هيكون المفاضله ما بين عمرو جمال ووليد ازارو مهاجم النادي الاهلي الجديد. خليني اقول لك ان في احتمالات اللي ممكن صالح جمعه يبتدي المباراه النهارده، خصوصا انه بان جاهزيته بشكل كبير خلال التدريبات السابقه وتحديد بعد عودته من الاصابه اللي لحقت به مؤخرا. من الوارد ان احنا نشوف صالح جمعه متواجد في التشكيل الاساسي النادي الاهلي او الاعتماد عليه كورقه رابحه بالنسبه للجهاز الفني في الشوط الثاني بالتحديد. لكن بشكل عام ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مستعدين بشكل جيد جدا لهذه المباراه، وان شاء الله نتمنى ان هم يفوزوا خلال المباراه دي. في المقابل خليني اقول لك لو هنتكلم عن اللاعبين المستبعدين النهارده، كان ليهم بعض التدريبات الخاصه، يمكن احنا عارفين كابتن حسام البدري اختار 22 لاعب، او كابتن احمد ايوب بالتحديد قبل الوصول كابتن حسام البدري اختار 22 لاعب لهذه المباراه. بقيه اللاعبين النهارده عندهم تدريبات على فترة، الفترة الأولى كانت الساعة 9 الصبح وكانت بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكرة، الفترة الثانية كانت الساعة 5 وكان ليهم بعض التدريبات الخاصة في صالة الجيم الخاصة بلاعبي النادي الأهلي في مختار التتش. خليني أتكلم شوية عن الفريق الجزائري، فريق نصر حسين داي، واللي عنده فرص مماثلة لفريق النادي الأهلي، والنهاردة في حالة فوزه ممكن يؤهل للدور المقبل لا قدر الله. طبعا لو فاز في هذه المباراة هيكون أيضا عنده 6 نقاط وهينافس سواء على المركز الأول أو على المركز الثاني للصعود، وده اللي ما نتمناش ان احنا انه يحصل ان شاء الله، ونتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز في المباراه. في المقابل المدير الفني للفريق الجزائري كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا عن فريق النادي الاهلي، وقال ان احنا قبل ما نوصل للبطوله العربيه لما عرفنا المجموعه بتاعتنا عرفنا ان هي اقوى مجموعه، وبالذات ان فيها فريق عالمي وفريق قوي جدا زي فريق النادي الاهلي، المباراه صعبه، الفرقتين عايزين يفوزوا في هذه المباراه. لكن بشكل عام ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يقدم مباراه قويه، نتمنى ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يكونوا موفقين، خصوصا المباراه على ارض النادي الاهلي وايضا وسط جماهيره اللي هتكون متواجده النهارده في المباراه. وخليني بس اذكر جمهور النادي الاهلي يا محمد ان احنا عندنا فرص ان احنا ممكن نبقى اول المجموعه، خصوصا ان فريق الفيصلي الاردني لو خسر بس بنتيجه 1-0 والنادي الاهلي قدر انه يفوز بنتيجه 1-0 هتكون طبعا النادي الاهلي ليه الافضليه ان هو يكون اول مجموعه، خصوصا في هذه الحاله النادي الاهلي هيكون عنده 3 اهداف في مقابل فريق الفيصلي الاردني هيكون عنده هدفين، وممكن يؤهل طبعا كثاني مجموعه، خصوصا ان المجموعه الثانيه والثالثه خلاص الموضوع حسم، ما فيش اي فريق هيوصل للنقطه رقم 6، اقصى حاجه هتكون في النقطه رقم 5. بالتالي ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يحقق نتيجه كبيره ويفوز على فريق طبعا نصر حسين داي الجزائري، واللي كان لينا مواجهتين سابقتين معاه طبعا، واللي قدرنا نفوز تعادلنا في مباراه وفوزنا في مباراه اخرى كانت ايضا في البطوله العربيه. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يواصل مسيرته في هذه البطوله ويفوز في هذه المباراه، ومن ثم التاهل للدور المقبل ودور نصف النهائي من البطوله العربيه. يا محمد لو فيها استفسار اتفضل. نشكر طبعا زميلنا امير هشام مراسلنا من فندق اقامه النادي الاهلي اللي جاب لنا كل كواليس فندق النادي الاهلي والاقامه وايضا الاستعداد للقاء نصر حسين ضايب، نشكره شكرا جزيلا. ارجع تاني واذكر حضراتكم طبعا الفيديو اللي في الاخر حضراتكم شفتوا فرقه لابسه احمر، دي فرقه نصر حسين ضايب، وبذكر حضراتكم النادي الاهلي النهارده يلعب ب
زيو الاساسي، هيلعب بالتيشيرت الاحمر، وده هي فرقه نصر حسين داي الجزائري. هم في بعض من التطابق، يعني بيبقى في الالوان بتاعه نصر حسين داي اللون الاحمر، وايضا بيبقى في تخطيط كده باللون الاصفر، ولكن النهارده النادي الاهلي هيلعب بزي التقليدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، ده ما فيش خلاف عليه. وفريق نصر حسين داي هيلعب بالطقم الاحتياطي، ودول طبعا ضيوفنا ودايما الاشقاء العرب والاشقاء الجزائريين دائما يعني بيبقى مرحب بيهم في بلدهم الثاني مصر. الانديه الجزائريه في مواجهه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده تفوق على الانديه الجزائريه، هم النادي الاهلي لعب 21 لقاء فاز فيه 10 وهزم في 6 مرات مقابل 5 تعادلات. الاهلي سجل 28 هدف واستقبل مرمى 16 هدف امام فرق الجزائر، ولعب النادي الاهلي امام 8 انديه جزائريه، مولوديه الجزائر وفاق سطيف واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبه القبائل ومولوديه وهران واتحاد بليده ونصر حسين داي. وهذكر حضراتكم ان النادي الاهلي كان اخر مواجهه ضد فريق جزائري كانت في فبراير 2015، وخسر امامه فاق سطيف بضربات الترجيح في لقاء كاس السوبر الافريقي بعد ما تعادل بهدف لهدف لكل فريق في الوقت الاصلي. امام نصر حسين داي لعبوا 4 ماتشات، نصر حسين داي لعب 4 مباريات ضد الفرق المصريه ما فاز باي لقاء، واتقابل مع النادي الاهلي مرتين في دوري ابطال العرب 2004، خسر بلقاء الجزائر 1-0 كان سجله اسامه حسني، كان اللي عمل الهدف حتى وائل رياض شيتوس، وده كان من التبديلات اللي التعديلات اللي اجراها مانويل جوزين، كان لقاء عصيب جدا. النادي الاهلي في دوري ابطال العرب بعد هذا اللقاء كان طالب ان هو يسجل بعض اللعيبه، ولكن اللجنه الفنيه في البطوله رفضت، فنادي الاهلي اعلن انسحابه ثم كمل طبعا البطوله، يعني بطوله اكتملت بدون النادي الاهلي، بدون مشاركه النادي الاهلي، ولكن كان هو اعلن تاهله بفوزه على نصر حسين داي الجزائري هناك. يعني معلومات مهمه جدا ما بين النادي الاهلي واشقائه العرب في الجزائر. يعني نرجع تاني ليك احمد ثابت، كنا بنتكلم على حسام غالي وعمرو السوليه، وكان عندنا احصاءات مهمه جدا عايزين نكمل فيها وممكن نبتديها تاني من الاول. تمام، بالنسبه لحسام غالي طبعا في المباراه اللي فاتت قدام الوحده الاماراتي يمكن هو قطع الكوره 11 مره، صنع فرص لزملائه واحد وصنع اهداف، طبعا عمل اسيست واحد، كان تاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه عامل 5 بعد حمودي اللي عمل 7، فده برده بياكد ان حسام غالي عمل مباراه كبيره جدا. دي هي الاحصاءات امام حضراتكم اللي بنتكلم فيها. وعمل 17 تمرير طولي، وده رقم كبير جدا بالنسبه زي ما قلت لحضرتك كلاعب كرييتور، كلاعب بيبني الهجمه من تحت. طبعا كان ليه محاوله على المرمى اللي خبطت في القائم، ومحاوله لعمرو السوليه برضو. بالنسبه لارتكاب الاخطاء، عمرو السوليه ارتكب 3، حسام غالي ارتكب 1، فالارقام بتاكد طبعا ان حسام غالي ليدر في الملعب بجنب عمرو السوليه. اعتقد ان يعني نفس ثنائيه ريال مدريد مودريتش وكروز بتتكرر تاني مع حسام غالي وعمرو السوليه، بس المهام الى حد ما مع عمرو السوليه بتبقى دفاعيه اكثر، ومع كره مع حسام غالي بيبقى هجوميه اكثر. هما الاثنين مميزين بحته ان هما بيكسبوا دايما الكور الثانيه، دايما الكره لما بترتد السكند بول، الاثنين عندهم الحته دي، حسام غالي دايما بيضغط وعمرو السوليه دايما بيغطي من وراه، فدي اعتقد ان يبقى عندك اثنين كورتهم حلوه في نص الملعب، اثنين عندهم الرؤيه، اثنين عندهم حته التمرير الطولي، عندهم حته الزياده. عمرو السوليه بس لو ظبط حته التسديدات على المرمى والدقه بتاعتها عالت شويه، اعتقد ان عمرو السوليه هيعدي كمان اكتر من كده. وبعدين عايز اقول لك كمان هما بيكملوا بعض، معدل الجري لعمرو السوليه اعلى، معدل الباسنج سكيلز او التمرير اللي احنا كنا بنتكلم عليه عند حسام غالي اعلى، فبيكملوا بعض، لان ده بيكمل ده في حته خط الوسط، لان لازم يبقى عندك البالانس وحته الشخصيه كمان. حسام غالي كشخصيه وكليدر اعلى طبعا من حسام غالي. احنا يعني برضه حسام غالي برضه بقى يعني نجم النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، قعد كتير جدا، لعب منتخبات، والخبرات هي اللي بتشكل شخصيه اللعيب. فاحنا يعني دي بتبقى، هو بص الكاريزما بتبقى موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن برضه خبراته، والراجل طلع بيلعب في النادي الاهلي من سنه 98، حسام غالي بيتصعد مع الفريق الاول النادي الاهلي، من راينولد سوبل، كابتن مختار، ديكسي، وبعد كده مانويل جوزيه لعب اساسي، فكل الحاجات دي بتديله خبرات. هو اساسي مع مدير فني زي مانويل جوزيه، يعني مدير فني تقيل، فطبعا دي اكسبته خبره واحتراف فاينورد واحتراف في ديربي كاونتي توتنهام، يعني كل الحاجات دي. هشام محمد كمان دلوقتي هو الخامس كابتن في النادي الاهلي ترتيبه، يعني بعد حسام غالي وعاشور ومتعب واكرامي هو بيجي رقم 5. ده الهدف اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، هدف اسامه حسني في نصر حسين داي في الجزائر، ولو رجعنا شريطنا الاول هنلاقي اللي عامله
وائل رياض شيتوس كان لابس ساعتها القميص رقم 10. ده كان في الدقيقه 90 تقريبا. كان في اخر الشوط ودي من الاهداف المهمه. وسام حسني برده من اللعيبه اللي يمكن مشاركاته ما كانتش كتيره ولكن عنده اهداف حاسمه وكلها بالهيد. زي كاس مصر، ان ماتش نهائي كاس مصر بتاع الاهلي والزمالك 4-3 ودوري ابطال افريقيا لما نزل جاب جونين، ودوري ابطال افريقيا بعد مميز، مهاجم مش طويل لكن مميز، هيدر مميز وبيعرف ياخد مكان كويس جدا صحيح. وبيعرف يجيب بدماغه كويسه. طب نرجع تاني للاحصائيات ما بين حسام غالي والسوليه، احنا كده خلصناها ولا لسه في حاجه فيها؟ نخش على حمودي. نخش بقى على احمد حمودي طبعا النجم الفوارق، نجم يصنع الفارق صراحه، لعيب من اللعيبه اللي دايما تحس ان هو في خطوره وهو الكوره معاه، خفيف منتشر متحرك. وبعدين اللعيب اللي زي احمد حمودي ما كانش هيطلع تجربه اوروبيه البازل الا لو كان هو فعلا عنده الجديد. هذه الاحصائيه معانا عنه، ولعيب كمان عنده شخصيه، يعني لعيب فعلا عنده شخصيه النادي الاهلي، لعيب عنده ميزه الحل الفردي اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، بيفوت دايما على واحد لواحد. يمكن اعلى لاعب في البطوله العربيه كلها عمل مراوغات ناجحه في مباراه واحده هو احمد حمودي، المباراه اللي فاتت عامل 7 مراوغات ناجحه، عشان كده تم اختياره في تشكيل الجوله وده رقم مميز جدا. الناس اللي بتقول لك فردي او مش فردي، لا، حمودي عامل صانع لزملائه 5 فرص، حمودي الاكثر في ارسال العرضيات عامل 11 عرضيه، حمودي دقه تمريراته 75%، بالنسبه لقطع الكره 3 مرات، فقد الكره 7 مرات، دقه محاولاته هي اللي محتاج يعني حمودي عشان يطور من نفسه او يطور من اداؤه المباريات الجايه، وده اعتقد لما يزيد اللياقه البدنيه بتاعته هي التسديد على المرمى. حته التسديد على المرمى لو اتظبطت مع حمودي اعتقد ان هو هيكون لاعب كبير ولاعب مهم جدا 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 وصفقه ثقيله جدا للنادي الاهلي، خاصه في مباراه الترجي. من ضمن مميزات البطوله العربيه هي تجهيز لاعب زي احمد حمودي. احمد حمودي عنده حته البلاي ميكر، حته الجناح الايمن او الايسر، لعيب جوكر، لعيب كمان حته الحل الفردي. كنا دايما نتكلم في النادي الاهلي ان احنا محتاجين اللاعب اللي هو بيفوت في واحد على واحد، اللاعب اللي عنده القدره اللي هو يعني يخش من جوه ويسدد. ده نفس المواصفات موجوده، حته الشخصيه برده مهمه جدا في احمد حمودي. انا اعتقد ان احمد حمودي كمان لو تالق النهارده اعتقد ان هي هتكون صفقه مهمه جدا جدا للموسم الجديد، لان حمودي الاصابات بعدته، يعني الاصابات اثرت عليه جدا وفارق مع النادي الاهلي. هو الصراحه احمد فاروق من اهم صفقات يناير كانت احمد حمودي. حمودي عنده ميزه مهمه جدا وهو ان لاعب طموح لاقصى حد. ناس كتير ما تعرفش ان احمد حمودي قبل حتى ما يتالق في سموحه وهو صغير كان مصر اصرار شديد وحلمه بشكل اساسي الاحتراف في اوروبا، وكان بيطمح انه يلعب في نادي كبير في اوروبا قبل حتى ما يتالق مع سموحه ويبقى كابتن وينافسه على الدوري في الموسم الشهير اللي خسروه بفارق الاهداف خلف الاهلي. فحمودي لاعب طموح جدا وهو جيل الاهلي وهو عارف هو عايز ايه، هو عايز يبقى نجم كبير في الاهلي وعايز يبقى لاعب دولي في منتخب الاهلي. يعني هو بدايته كانت في ناشئين الاهلي فعاد مره اخرى لبيته، يعني هو عارف هو جاي الاهلي ليه ونفسه يبقى لاعب كبير في الاهلي ويبقى لاعب مؤثر ويبقى لاعب دولي في منتخب مصر. فدي نقطه مهمه جدا، اعتقد ان هو هيبقى من اكتر اللاعبين اللي مركزين الفتره الجايه. حمودي موهبه عظيمه وده ما فيش خلاف عليه، شويه حاجات عطلته زي الاصابات زي عدم التوفيق في تجربه الاحتراف، لكن اعتقد ان هو انا ممكن اقولها عدم التاقلم في الاحتراف، لان الاحتراف ممكن. يعني انا برضو في النقطه ديت حاجه مهمه جدا بنسبه كبيره جدا، يعني هقول لك 98% من اللعيبه اللي بتطلع من بره مصر ما بيبقاش عندها مشكله فنيه، لان هما بره ما بيشتروش من الاخر سمك في ميه، هو بره بيبقى عارف كويس لما بيجي يشتري لعيب بيبقى عارف ان هو عنده الحته الفنيه عاليه ولعيب كويس قوي. ولكن التاقلم مع اوروبا مش اي حد بيتاقلم عليه، العيشه في اوروبا صعبه. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، وحتى وده اللي بيفرق الافارقه علينا. على فكره احنا في المواهب احنا ما نقلش على الافارقه بالبنزين، بس الافريقي بيتاقلم على اي بيئه وعلى اي وضع وعلى اي شيء. هو الافريقي لانه بيكون جاي من ظروف صعبه جدا جدا، فبتكون بالنسبه له مساله حياه او موت. يعني معظم النجوم الافارقه لما بيتكلموا عن حكاياتهم هم صغيرين معظمهم بيكون حرفيا مش لاقي ياكل، بيلعب كره في الشارع ما يكونش عنده حتى حذاء يلعب بيه، فبتكون تجربته في اوروبا تجربه حياه او موت، مش تجربه كره بس، تجربه حياه بشكل عام. فبيحارب عندنا هنا في مصر طبعا ربما احنا طبعا مش من الدول الكبرى عالميا، لكن الوضع مقارنه بافريقيا احنا اللاعب بيبقى طالع بشكل كويس، نشا بشكل كويس، عايش في بيت كويس، مستقر نفسيا واسريا. فلو افتقد شيء في اوروبا احيانا بيحن شويه انه يرجع مصر، دي عطلت لعيبه كتير طبعا. لكن اعتقد بقى لو اتكلمنا على الجانب الفني، احمد حمودي صفقه مهمه جدا 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 للنقطه اللي قالها احمد، هو انه لاعب جوكر. احمد حمودي لو احتجته في المركز اليمين هتلاقيه، لو احتجته في قلب الملعب احيانا هتلاقيه، لو احتجته في الجبهه اليسرى هتلاقيه، لو احتجته كمراوغ او كعنصر فارق لو نزل في الشوط الثاني او نزل في بعض اجزاء من المباراه
عشان يصنع الفارق هتلاقيه، لو احتاجته ان هو يساند في الادوار الدفاعيه لان هو متحرك ونشيط جدا هتلاقيه. فانا اعتقد ان هدفه محمود من اهدافه مع نادي الاهلي في لقاء امبي في الدوري هو حتى دخل وسرق المساك، والسرقه دي هي دي ميزه المركز بتاعه. يعني في لعيبه تانية في نفس مركزه يجي في الحته دي ما يخطفش المساك او ياخد الثلاث اربع خطوات اللي قبل المساك. طبعا هنا صالح جمعه المهاره العاليه جدا، شوف هنا بقى واخد اربع خطوات، هو هي الاربع خطوات دي هي اللي بتحدد لك ليفل اللعيب جوه ال 18 بالظبط. ده اللي احنا لسه كنا بنقوله، هو موجود فين دلوقتي؟ هو رغم ان هو مركزه بيلعب احيانا جناح او متالق في الجناح، لكن دلوقتي في بعض الاوقات هتلاقيه موجود في مكان صح، ودي ميزه مهمه جدا. في بعض اللاعبين اجنحه متالقين بشكل ملفت جدا سواء عالميا او محليا، لكنه ما عندوش السنس بتاع منطقه الجزاء، بيروح بالكره كويس، مهاري بشكل كويس، جريء ان هو يخترق، لكن ما عندوش السنس بتاع منطقه الجزاء. فدي نقطه مهمه جدا جدا في لاعب زي احمد حمودي. ودي من اهم مميزات حمودي، عشان كده احترف بره وعشان كده جاء الى النادي الاهلي. احنا لسه عندنا كلام مهم جدا، وعندنا نبتدي بقى لترتيبات واحصاءات وطريقه لعب النادي الاهلي وطريقه لعب نصر حسين ضايع، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. كلامنا عن التغطيه الخاصه للقاء الاهلي ونصر حسين ضاي الجزائري. الوحده الاماراتي في هذه اللحظه بيحرز هدف التقدم على الفيصلي الاردني، وادي الهدف امام حضراتكم والارتقاء والضربه الراسيه عشان يتقدم الوحده الاماراتي. يمكن كان ضيوفي عمالين يقولوا يلا يا وحده يلا يا وحده، وجابوا يعني الهدف في الفاصل. كان في كلام كتير حول هذا اللقاء. وفي حاجه ثانيه بصراحه، البرومو بتاع البطولة حاجة جميلة جدا جدا جدا، وبنحيي الناس اللي عملته، لأنه ظهر قد إيه مصر حلوة وقد إيه مصر جميلة وقد إيه معنى البطولة إن أشقائنا العرب يجوا يشوفوا مصر عاملة إزاي، ويجوا يشوفوا المعالم. بلدنا فيها حاجات كتيرة جدا جدا حلوة، لكن إحنا دايما بنستكبر إن إحنا نقول إن إحنا عندنا الحاجات دوت، ولازم يبقى عندنا نظرة تفاؤلية إن مهما كانت إحنا عندنا مشاكل، ولكن عندك الكويس اللي بيخلي كل دول العالم كانت بتجيلك عشان تستمتع باللي انت شفته في هذا البرومو. نكمل كلامنا في كده. اعتقد ان وضعيه المجموعه اختلفت كتير. النادي الاهلي لو فاز ان شاء الله بامر الله يفوز النهارده يبقى ممكن يبقى اول مجموعه. دي تفرق جدا معنويا، حتى ان انت رغم خسارتك في اول مباراه عملت كامباك في المجموعه وتصدرتها، دي طبعا اعتقد انها معنويا حتى قبل فنيا. من الناحيه الفنيه اعتقد ما فيش فرق بالنسبه للاهلي سواء يعني تصدر او حل في المركز الثاني، الفاتحه او الترجي اعتقد الامور مش فارقه كتير. الاهلي عينه على اللقب، فمش هتفرق معاه يلعب مين في السيمي فاينل او في الفاينل، لكن من الناحيه المعنويه مهمه جدا ان انت تعمل كامباك وتتصدر المجموعه دي، حتى قدام خصومك في السيمي فاينل والفاينل اعتقد هتبقى مهمه جدا، هتفرق يعني. جدا معنويا. طب نخش مع حضراتكم في تشكيل النادي الاهلي الاقرب لبدايه اللقاء. محمد الشناوي في حرس المرمى صراحه عامل بطوله هايله، هيلعب قدامه محمد نجيب، رامي ربيعه، باسم علي، حسين السيد. رامي ربيعه من اللعيبه برضو اللي اثبتت جدارتها في هذه البطوله. حسام غالي والسوليه، عمرو بركات من الممكن ومن الممكن لا، وكريم ندت واحمد حمودي، وفي الامام يا وليد ازارو يا عمرو جمال. خلينا نروح الاول لرامي ربيعه. احمد ثابت، كان عندك احصائيات على رامي ربيعه وكان عندك تحضيرات، ورامي ربيعه حتى الموقع الرسمي للبطوله اختاروا من افضل اللعيبه في الجوله الثانيه. فرامي ربيعه بيقدم بطوله كبيره جدا ومكسب، يعني بيعوضك تقريبا عن رحيل احمد حجازي. طبعا رامي ربيعه في المباراه الاولانيه خرج ثاني اكتر لاعب قطعا للكرات 20 مره قدام الفيصلي الاردني، وقدام الوحده هو اكتر لاعب قطعا للكرات في ثاني مباراه 17 مره، واكتر لاعب في الجوله الثانيه عامه قطع للكرات رامي ربيعه 17 مره، عشان كده تم اختياره. وطبعا اكتر لاعب عمل تدخلات دفاعيه لسه حضرتك قايلها، فتم اختياره طبعا. فاعتقد ان رامي ربيعه عامل بطوله كبيره جدا، هيعوضك يعني لما يرجع كمان يستعيد جزء كبير من مستواه، هيعوضك عن غياب احمد حجازي. لما يبقى عندك رامي ربيعه وسعد سمير قلبين دفاع ومحمد نجيب كمساك طبعا مع المدافع اللي قد يتم استقطابه الاسبوع المقبل، فانا اعتقد ان يعني اربع مدافعين اعتقد النادي الاهلي هيبقى في امان، وقدر ان هو يعوض غياب احمد او رحيل احمد حجازي. هو صراحه رامي برضو من اللعيبه المميزه انه ممكن يلعب لك في كذا مكان، عنده حلول دفاعيه، بيقدر يدي باس من الخلف للامام بشكل مهم. والنادي الاهلي المدافع بتاعه لو ما بيعرفش باس هتبقى صعبه قوي. النادي الاهلي 99% من المباريات اللي بيلعبها ان هو يهاجم عشان يكسب، فده بيفرق جدا في صناعه اللعبه. خلينا نروح لخط الوسط وعمرو بركات، واسالك احمد فاروق. عندنا عمرو بركات لعب الماتش اللي فات وتالق، بس كان بيلعب في مركز 10، كان بيلعب رقم 10 في الملعب اللي هو صانع الالعاب، وصالح جمعه اصبح جاهز، وكابتن حسام البدري في هذا اللقاء ممكن يفكر اكتر ان انا بلعب فرقه لازم اكسب عشان اتاهل. يعني هل ممكن يفكر في صالح جمعه؟
لو عندك في الكوره مهاره، عندك تميز بدني، عندك كل الامكانيات، لكن يبقى التوفيق عنصر مهم جدا في كره القدم. عمرو بركات من يعني كان موفق جدا في مباراه انه يسجل هدف، لان زي ما قلنا اعتقد بنسبه كبيره ممكن صالح جمعه يبتدي، ممكن الكابتن حسام بدري يفضل ان هو يبتدي بصالح جمعه. انك تلعب مباراه لو ما كنتش موفق فيها وبعدين قعدت، دي هتعمل لك هزه نفسيه كبيره جدا، دي حتى ممكن تخلي الجهاز الفني يراجع حساباته. فتألق عمرو بركات في المباراه اللي فاتت، ثباته وثقته في نفسه مش بس في الهدف، عمرو عمل مباراه متزنه جدا جدا، اعتقد ان كان شيء مميز جدا بالنسبه له. حتى لو دخل صالح جمعه هيبقى عمرو بركات كبديل استراتيجي مميز جدا، يدخل في اي وقت وهو عنده ثقه، يدخل وهو مش مستعجل وهو مش قلقان، هو خلاص عمل مباراه وتألق والناس شافته بشكل كويس وسجل هدف. فانا اعتقد دي نقطه ممكن يلعب برضه على طرف من الاطراف، يعني هو عمرو اصلا بيلعب على الطرف، يعني احنا شفناه في اللقاء بتاع الوحده بيلعب رقم 10، يمكن كابتن حسين بدري وكابتن احمد ايوب عايزين يشوفوه في هذا المركز ممكن يعمل ايه، هل ممكن يبقى يشارك في طرف الاطراف؟ والله هو صعب نظرا للخيارات الموجوده في تشكيله الاهلي او حتى في البدلاء، لكن ممكن لو حبب الكابتن حسين بدري ان هو يجربه زي ما شافه في مركز 10. ده الهدف بتاع عمرو بركات، وطبعا على طول بس الدبله عشان كابتن ايهاب جلال على طول يعني يبعت له الرساله وسجده الشكر، كان برضه من اللعيبه اللي عليها ضغوط وكان محتاج ان هو يتشاف، والبطوله العربيه دي كانت واجهه كويسه ليه. بتواجد عمرو بركات وبانضمام اسلام محارب نقطه مهمه جدا في تشكيله النادي الاهلي، وهي نقطه ان الاهلي عنده اكثر من لاعب مسدد بشكل مميز جدا، يعني موجود عبد الله السعيد وموجود وليد سليمان، النهارده عمرو بركات، اسلام محارب كمان لما نتكلم عنه عنده ميزه مهمه جدا جدا وهي نقطه التسديد على المرمى، دي حل من الحلول اللي كل الفرق الكبيره بتحتاجه، لان انت كفريق كبير احيانا في معظم الاوقات مش بس احيانا بتواجه تكتلات دفاعيه قويه جدا، واحيانا بيكون التسديد من خارج منطقه الجزاء احد اهم الحلول دلوقتي. حتى في الكره العالميه معظم الفرق الكبيره سواء في الضربات الحره او حتى التسديد بشكل يعني من وضع الحركه بيكون عنصر قوه مهم جدا. فالنهارده بتتكلم ان تقريبا 70% من لاعبي خط الوسط في النادي الاهلي سواء الاساسيين او الاحتياطيين بيشوطوا بشكل كويس، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. طيب هل ممكن نشوف اسلام محارب في هذا اللقاء بيبتدي اساسيا احمد؟ ثابت؟ ممكن طبعا، اسلام محارب لما يعني ما احتاجش غير 25 دقيقه عشان يسجل هدف واحد في المباراه دي، يمكن الجون ده جميل قوي عمرو السوليه لعبها لحسام غالي اللي قطع وبعد كده لقى ان الزاويه مقفوله لعبها لاسلام محارب اللي عنده حته التسديدات. يمكن اسلام محارب في الدقائق اللي لعبها اعتقد ان هو اثبت ان هو ان شاء الله هيكون صفقه ناجحه وصفقه قويه جدا، عنده شخصيه النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي، دي ميزه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عنده قدرات دفاعيه مميزه جدا، يمكن هو في المباراه دي قطع الكره 6 مرات، فده بياكد ان هو عنده كمان مست التاكلينج، عنده قدرات دفاعيه مميزه جدا، لاعب ملتزم جدا تكتيكيا، لاعب كمان عنده سلاح التسديد وده مهم جدا، يعني الكره دي برده لما حسام غالي صلحها له اتخذ التسديد بشماله، دايما تسديده دقه محاولاته تلاقيها عاليه، دايما تلاقيه برده مميز بحته العرضيات. فانا اعتقد ان اسلام محارب صفقه يعني مميزه جدا، يعني نفسي النهارده ان اسلام محارب بصراحه يبدا مع صالح مع حمودي وقدام ازارو، اعتقد ان الرباعي ده هيعمل رباعي مرعب، سواء صالح جمعه في العمق على يمينه حمودي على شماله اسلام محارب قدام ازارو، اعتقد ان الرباعي ده مرعب. طيب هل برضو هسالك نفس السؤال اللي سالته ليه احمد فاروق، هل عمرو بركات بعد تالقه في الماتش اللي فات ممكن برضو الكابتن حسام يفكر يبتدي بيه؟ ممكن طبعا، عمرو بركات عنده سلاح مهم قوي وهو سلاح التسديد من مسافات بعيده، السلاح ده يمكن مش موجود يعني يعني عبد الله السعيد طبعا بيمتلكه، ولكن عمرو بركات من احسن اللعيبه في مصر اللي بتسجل من كمان. خارج ال 18 يعني طبعا عنده سلاح التسديد، لعيب اشول دي بتفرق معاه في التسديد دايما. عنده يمكن، بس انا شايف ان عمرو بركات يعني ممكن يستخدمه كورقه رابحه في الشوط الثاني اكتر. ليه؟ الفرق دايما اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعبك دفاع كومباكت، عمرو بركات بسلاح التسديد اللي عنده ده تقدر تستخدمه دفاع كومباكت. انا برضه عشان اشرح لمشاهدينا دفاع متكتل جدا، خاصة مرتكز ومتكتل، ده اللي هيلعبك النهارده. الفريق ده منظم جدا دفاعيا، عنده الدفاع المتكتل ده، فانت ممكن تستخدم، تبدا بصالح عنده حته اللي انت بتفوت في واحد على واحد، كمان صالح وحمودي بيعملوا ثنائيه رهيبه جدا، يعني بتفكرني في ثنائيه فابريجاس وهازارد مثلا في تشيلسي مع الفارق طبعا، ولكن صالح جمعه وحمودي اعتقد ان هم بيعملوا ثنائيه رهيبه جدا. الناحيه الثانيه مثلا لو متجانسين بشكل متجانسين فاهمين بعض، لاعب صالح جمعه عنده الرؤيه والحل الفردي، حمودي عنده الرؤيه والحل الفردي، نفس يعني ايه، تحس ان انت بتتفرج على ده بيكمل ده، تحس ان انت بتتفرج على كوره ممتعه، يعني انت بتتفرج على ريال على برشلونه على النادي الاهلي، يعني انت بتحس فعلا لما تشوف حمودي جنب صالح جمعه مثلا طبعا مع احمد الشيخ مع ازارو مع اسلام محارب، اعتقد ان الرباعي ده يعني هيفرق جامد جدا في هجوم النادي الاهلي طبعا مع النجم الكبير عبد الله السعيد. يعني احنا مين نتكلم وما شاء الله ابتدينا في حيره مين هيبدا ومين، واحنا بنتكلم على اللعيبه اللي هم قليل المشاركه.
فلازم برضو ندي للناس اللي اشتغلت وجابت هذا القوام حقهم. لازم نشكر الجهاز الفني في البداية ان هو قدر انه يحدد هذه النوعية من اللعيبة عشان تكون موجودة، ونشكر مجلس ادارة النادي الاهلي انه وفر هذا العمق في القائمة للكابتن حسام البدري عشان يقدر. شوف احنا انا قاعد ما بين ضيوفي وحضراتكم، وانتوا قاعدين، اللي قاعد على القهوة، اللي قاعد في اي حتة، برضو بيفكر مين اللي هيبدأ ومين اللي هيقعد ومين اللي ممكن، وش كل واحد له وجهة نظر وكل واحد مدير فني، فبيبقى كل الكلام دوت شيء وإضافة تحسب بالتأكيد للنادي الأهلي في هذه الفترة. هننقل على نصر حسين ضاي. نصر حسين ضاي من الفرق الجزائرية، الفرق الجزائرية بصراحة بتعرف تكون تكتيكيا عندها شكل تكتيكي مميز، بتعرف تقفل، ما بتديش مساحات لأي منافس، وده الايدنتيتي او الشكل العام لاي فريق جزائري سواء في المنتخب الاول او عبر الانديه الجزائريه في كل حالاتها وفي كل اشكالها. هو ده الطريقه بتاعتهم، وهم مميزين في الحاجه دي، والميزه ان انت تبقى مميز في حاجه وتقدر تقويها وتنميها ويبقى شكل عام لكل فرقك. التشكيل المتوقع هم دايما بيبتدوا في خير الدين ابو صوف ووليد علاتي، حسين العريبي، وفي هذا اللقاء محمد ريده اللي بيلعب يعني هيبقى موقوف عشان الماتش اللي فات، فممكن ينزل مكانه محمد نوفل، وده من اللعيبه البدلاء، وسفيان بوطبه، خط الوسط شمس الدين ومهدي حمزه ومحمد امين وتوفيق عدالي وليد عرجي، وفي الامام اللاعب المميز قاسم احمد. طبعا المدير الفني نبيل نجيز من المديرين الفنيين اللي طلعوا اشادوا بالنادي الاهلي، وقال ان دي من المباريات القويه جدا وقوه المجموعه، واللقاءات اللي شفناها لنصر حسين ضاي حتى لما اتخطف امام الفيصلي كان له شكل وتواجد دفاعي وتواجد تكتيكي قوي. شايف اللقاء يبقى ازاي احمد فاروق؟ هم عندهم مدير فني شاطر جدا، وهم داخلين البطوله بدم جديد، يعني نبيل نجيز تقريبا مسك الفريق من اسبوعين بس، هو كان مدرب مساعد مع جوركوف في المنتخب الجزائري، و واشتغل كمان مع رايفتس في كاس الامم الافريقيه، واستقال من منصب المدرب المساعد في المنتخب الجزائري، ودرب مولوديه بجايا، مش درب يعني، امسكهم في الشهر اللي فات وسابهم بعد اسبوعين تقريبا لخلافات تتعلق باستقرار الفريق، وتولى تدريب نصر حسين ضاي. الفريق تعاقد مع 11 صفقه ولسه كمان بيخططوا للتعاقد مع لاعبين جدد، فده يوضح لك ان هم بيعملوا اعاده هيكله شامله. لما تشوف فريق بيعمل اعاده هيكله، نص تشكيلته الاساسيه تقريبا او اكتر من نصها ما كانوش موجود السيزون اللي فات، المدير الفني اسم جديد، وتشوفهم منظمين بالشكل ده وبيلعبوا كره محترمه بالشكل ده، فده معناه ان هم معاهم مدير فني مميز جدا، وهو اعتقد مدير فني محترم جدا جدا، وهو من الاسماء حتى الصاعده في الكره الجزائريه، وبيتنبؤوا له بمستقبل كبير جدا كمدير فني. من ابرز اللاعبين اللي تعاقدوا معاهم حارس المرمى خير الدين بصوف، كان بيلعب في مولوديه الجزائر، سفيان بطبه الباك الشمال كان بيلعب في وفاق سطيف، وتوفيق عدادي اولمبي الماديه، ودول كلهم موجودين في التشكيله الاساسيه. شمس الدين حراي وده المايسترو بتاعهم كان بيلعب في اتحاد حراش، وجاب لاعبين من الدرجه الثانيه لكن اثنين مميزين جدا، محمد لامين شخريط كان بيلعب في اتحاد خنشله، ووليد علاتي في اتحاد بسكره، والاثنين يعني واجهوا انتقادات من جماهير الفريق، ان انت زي مثلا لما الاهلي كان يتعاقد مع لاعبين من الممتاز به مثلا، لكن هو راهن عليهم وظهروا بشكل كويس جدا، الاثنين من المواهب المميزه جدا. عنصر الخطوره الاساسي طبعا احمد القاسمي او باللهجه الجزائريه الجسمي، هو هداف الدوري الجزائري ب 14 هدف، وهو مهاجم مزعج جدا جدا جدا، يعني من نوعيه المهاجم هو اللي احرز الهدف، هو اللي احرز الهدف وحط الكره اللي امام حضراتكم، والهدف الثاني ده اعتقد، وفعلا من الفراوده المميزين رغم ان هو 32 سنه مخضرم، لكنه قوي بدنيا، مميز في الالعاب الهوائيه، بيخترق بشكل كويس جدا، ذكي جدا، بياخد اماكن مميزه جدا، فانا اعتقد ده من العناصر اللي يجب التركيز عليها في مباراه النهارده. كمان عندهم شمس الدين حراج، ده المايسترو بتاعهم، يعني هو لاعب اشول بيأدي بشكل كويس جدا في خط الوسط، هو كان بيلعب في اتحاد حراش ارتكاز دفاعي، لكن واضح من البطوله ان نبيل ان نجيز حرره في مهامه في خط الوسط، وبالتالي بقى بيتحرك بشكل كويس جدا وبيميل ناحيه الشمال، وكمان بينفذ العرضيات بشكل كويس جدا من ناحيه الشمال، وكمان في الكرات الثابته من العناصر اللي بتسدد الكرات الثابته بشكل كويس جدا سواء العرضيات او التسديد المباشر على المرمى، فانا اعتقد ان شمس الدين حراج برضو من العناصر اللي يجب التركيز عليها. ده هدف الوحده برضو من ايده حراج مره ثانيه اللي احرزوه في الفيصلي الاردني، وادي الارتقاء والضربه الراسيه اللي خطفوا بيها فرقه الوحده فريق الفيصلي الاردني. احمد ثابت، طريقه لعب او ملامح لعب نصر حسين ضايع هيبقى امام النادي الاهلي هتبقى ماشيه ازاي؟ هم دايما بيلعبوا 4-2-3-1، دايما في الحاله الدفاعيه بتتحول الى 4-4-2،
دايما بيضغطوا هما باتنين قدام. انا شايف ان يمكن اخطر المفاتيح عندهم احمد القاسمي زي ما كابتن احمد اتكلم ان احمد القاسمي مهاجم مميز قوي في الالتحامات، محطه قويه دايما بيروح، حتى في المباراه الاولى سجل وفي المباراه الثانيه كان ليه كورتين في القايم، فيعني راجل مهاجم خطير جدا. اعتقد ان رامي ربيعه ومحمد نجيب النهارده لازم يفرضوا السيطره عليه، لازم يبطلوا مفعول خطورته تماما. في النقطه الثانيه هي تحركات، لو عرضنا الصور بتاعه توفيق عدادي اللاعب رقم 18 دايما هو اللاعب ده، يمكن معنا احمد القاسمي طبعا دي ارقامه ان هو اخذ رجل المباراه قدام الوحده الاماراتي، احرز هدف وكان ليه اربع محاولات على المرمى وفاز بيه 16 التحام، فده بياكد ان هو مهاجم قوي جدا. الصوره اللي بعدها ديت اللي فيها توفيق عدادي اللي هو اللاعب اللي بيلعب كلاعب وسط دايما بيجي من تحت يخش جوه منطقه الجزاء بيبقى غير مراقب، ده برضو تحركات توفيق عدادي اللي هو اللاعب رقم 18 دي لازم نخلي بالنا منها النهارده، خاصه ان هو بيكون جاي من تحت وغير مراقب. طبعا سرعه وليد عريجي اللي هو اللاعب رقم 26 الجناح الايمن ناحيه اليمين، ده برضو من اللعيبه اللي هي المميزه جدا ودايما مميز بحته العرضيات على راس احمد القاسمي. يمكن دول اخطر ثلاث لعيبه عندهم اللي هو احمد القاسمي، توفيق عدادي اللي هو بيجي من ورا، واللاعب الوليد عريجي اللي هو الجناح الايمن، دول اخطر ثلاث لعيبه عندهم. طبعا هم منظمين جدا دفاعيا، بيلعبوا ورا ال 20 دايره اللي هم ال 20 يارده اللي ورا الدايره دايما بيتمركزوا فيها، بيلعبوا 4-4-2 تمركز دفاعي دفاع كومباكت، هتلاقي المساحات ضيقه جدا قدام النادي الاهلي. دي انا اعتقد النهارده النادي الاهلي برضو لازم يستغل عندهم بعض نقاط الضعف، يمكن نقطه الضعف الاولانيه عندهم وهي الاطوال في قلبين الدفاع، الكرات العاليه هم ضعاف فيها جدا، الالتحامات الهوائيه، الفوز بالالتحامات الهوائيه غريبه، ده اول فرقه جزائريه يبقى فيها عندها مشكله في الكره العاليه. هم منظمين لكن في الكرات العاليه والكرات العرضيه مش مميزين فيها، لكن كتنظيم دفاعي والكره على الارض هتلاقيهم مميزين جدا، دي يمكن يعني حاجه مهمه جدا. النقطه الثانيه برضو من نقاط ضعفهم انا شايفها وهي اللياقه البدنيه، الفريق دايما بيقع في الشوط الثاني، هم لسه في مرحله تحضير في بدايه موسم، فانا اعتقد ان هم يعني برضو ان احنا لو الفوز، انت طبعا مهم جدا انت تجيب جون بدري، ولكن لو الفوز اتاخر نقدر ان احنا الشوط الثاني اللياقه البدنيه بتاعتنا اعلى. الاهلي على طول دقيقه 90 بلس بس طبعا النادي الاهلي بيلعب لغايه 90 وبلس 90، هم دايما بدنيا بيقعوا. برضو من نقاط ضعفهم برضو حاجه مهمه جدا الريتم بتاع الاداء، تلاقيه مثلا في اول 3 دقائق تلاقيهم ضاغطين ضغط عالي وبيلعبوا مباراه مميزه جدا، بعد كده الريتم بتاعهم يقع. طب سريعا يا احمد، انت شايف اللقاء هيبقى ماشي ازاي؟ النادي الاهلي هيجيب جون بدري ولا هيبقى الموضوع اول ما دام كابتن حسام البدري رجع يعني وموجود، اعتقد ان اول 20 دقيقه باذن الله النادي الاهلي يستطيع ان هو يحرز هدف، وان شاء الله يعني المباراه يعني هم هيلعبوا دفاع متكتل، فانت طول ما انت بتجيب جون مبكر اعتقد انت هتفك التكتل بتاعهم وهتظهر المساحات ورا، هيقدر حمود، يقدر صالح جمعه، يقدر اسلام محارب، يقدر وليد ازارو يستغل الكلام ده كله. طيب احمد فاروق، شايف اللقاء هيبقى ماشي سهل ولا هيبقى في صعوبه؟ انا هضيف نقطه سريعا على كلام احمد، وهي الجبهه الشمال هي كلمه السر في نصر حسين ضاي، عندهم سفيان بطب بيتقدم بشكل كويس جدا وينفذ العرضيات بشكل كويس جدا، لكن ده بيكون على حساب المناطق الدفاعيه. دي حاجه كويسه الحمودي، بيسيب مساحه وراه كبيره جدا. دي حاجه كويسه الحمودي بالظبط، عشان كده لما اتكلمنا على الاهلي قلنا هنقول دور حمودي 80% من الهجمات الخطره اللي كانت على نصر حسين ضاي في مباراتين سواء الوحده او الفيصلي كانوا من المساحات اللي بتتساب ورا سفيان بطب، فاعتقد النهارده دور حمودي هيكون مهم جدا جدا، واعتقد ان شاء الله هيعمل مباراه افضل كمان من اللي عملها قدام الوحده. جميل، احنا مكملين مع حضراتكم تغطيه خاصه للقاء الاهلي ونصر حسين ضاي في استاد الاهلي مع كابتن عبد الحميد حسن وضيوفه الكرام. احنا طبعا في البدايه بدايه الفتره بتاعتنا بشكر ضيوفي الاستاذ احمد ثابت المحلل الاداء، كنت مشرف نور النهارده. شكرا وسعيد كان دايما بتالقك يا كابتن. ايضا الاستاذ احمد فاروق الناقد الرياضي الكبير، كنت مشرفني ودايما ببقى سعيد. ربنا يخليك، انا سعدت بيك جدا وسعدت طبعا بصديقي احمد، شكرا جزيلا. ده كان اخر حاجه معانا النهارده، لسه مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله. النادي الاهلي النهارده يكون فوز مهم على نصر حسين ضاي ويتاهل للدور نصف نهائي. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.